حقيقة سقوط أحجار هرم الملك سنفرو في دهشور. علقت وزارة السياحة والآثار المصرية على اللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي عن تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو في منطقة آثار دهشور. وقالت وزارة السياحة في منشور على حسابها على فيسبوك بشأن ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية، أكد مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن الأمر ده عاري تماما من الصحة وإن الهرم آمن وبيتم زيارته بشكل طبيعي. وأضاف البيان إن وزير يوضح إن الصلبات الحديدية الموجودة في الهرم مش جديدة، وقامت الإدارة الهندسية في المجلس الأعلى للآثار بتثبيتها في الزاوية الشمالية الغربية للهرم منذ مايو عام 2014، وده تحت إشراف المنطقة الأثرية حفاظا على الجزء ده من الهرم وتدعيما له، واللي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف المرجو منها، لأن الهرم بيعد واحد من أهم المزارات السياحية في المنطقة الأثرية الحالية. وأشار وزيري وفق البيان إن الشكل المائل للهرم بيعود لطريقة بنائه في عهد الملك سنفرو، لأن تم بنائه من الحجارة بزاوية مائلة بالنسبة للأرض بتقدر بنحو 55 درجة في البداية، ونظرا لارتفاعه قام المهندس بتغيير زاوية الميل علشان تبقى 43 درجة، وده أدى لظهوره بالشكل المنحني. واختتم البيان وقال: تناشد وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر الأخبار دي والتي قد تؤدي إلى بلبلة جمهور المواطنين.